السلام عليكم ورحمة الله. اليوم واحد الواقعة للأسف اللي هي جد غريبة وسابقة من نوعها بمقبرة الرضوان بمدينة القنيطرة. الناس كما كل يوم جمعة مشاو يزوروا الموتى ديالهم وسمعوا واحد القبر فيه دقان واحد السيد عاد تدفن واحد 4 أيام ولا 5 أيام وكي يستاجب يعني معاهم، هما كيدقوا عليه هو كيعاود لهم الدقان وكيزهر، مهم كيزهر هكذا فاش بحال المريض فاش كيكون هكذا كيزهر. منين عيطوا للعائله ديالو الصراحه يا كان زعما هذا الشيء مهم، راه صافي راه هذا السطاج الاخر في هذا في هاد الدنيا هذه، صافي راه خسرت الدنيا وبزاف وما عرفتش رحنا غاديين. عيطوا للسلطات، عيطوا المهم لي زوتوريتي كاع ديال مدينه القنيطره، جاو لمقبره الرضوان ومن عيطوا العائله ديالو وجاوا بكل برود الزوجه ديالو والابناء ديالو اللي هما كبار وسمعوه. قال لك جاو حداه حسب شهود عيان يعني الرجال وعيالات وجالسين كيشالي وكيهالي ويعني باقي فيهم الحال بزاف، بحال هاد السيده هذه اللي كتبكي وكتغوت كتقول لك غير حلوا عليه باش ما يتخنقش، راه غادي يموت ديال بصح، راه السيد مدفون حي راه خليه لي انا نديه، انا نديرو با ونديرو خويا انا نتكفل به. جاو العائله ديالو كما قلت لكم بكل برود ورفضوا انه يتم نبش القبر باش يتاكدوا من هذا الشيء، باش يعني يعتقوا الراجل فعلا الا كان باقي حي كما كياكدوا ويعاودوا ياكدوا. راه اكثر من 20 واحد اللي جالسين تما يعني يسمعوه بودنيهم واستجبوا استجب معاهم باعاده الدقان، هو كيدقوا هما كيدقوا سمعوا السيد كيزهر وكيدق مسكين، يعني رفضوا رفضا تاما. وعلى حسب واحد السيده اللي قالت بان المراه ديالو قالت هذه الجمله، قالت لها صافي يلا نمشيو في حالنا واش بغينا نوليو المشاكل. وهذا الشيء كله على حسب الورث، يعني السيد عنده ما يورث، داك الشيء علاش يعني هذا الشيء واقع. بعض الاشاعات كتروج بان الله والله اعلم بان ولادو هما اللي داروا له ومع المساعده ديال مرتو اللي داروا له هذا البنج المجهد هذا باش يبان كانه ميت وتدفن كانه فعلا ميت. الله اعلم، وترقبوا مزيد من الاخبار في فيديوهات مقبله ان شاء الله.